وحول استمرار معاناة النازحين وحرمانهم من الحصول على الوثائق التعريفية الأساسية، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا حنان عبد اللطيف. مرحبا بك ست حنان. بحسب منظمات إغاثية دولية فإن نحو 1 مليون عراقي محرومون من الحصول على الوثائق التعريفية الأساسية. ما الأسباب التي تحرم هذا الرقم الكبير من أهم ما يجب أن يمتلكه الإنسان؟ نعم سيدي الكريم، يعني بالتأكيد الرقم هو أكبر من المذكور في تقارير المنظمات الدولية، فهناك ما يقارب 5 مليون مهاجر ومغترب عراقي خارج العراق، 3/4 لا يملكون وثائق ثبوتية عراقية، مما اضطر معظمهم إلى الحصول على جوازات وهويات مؤقتة في دول الإقامة واللجوء، بالإضافة إلى النازحين العراقيين داخل العراق والذي يصل عددهم إلى 4.5 مليون نازح، طبعا نصفهم من الأطفال أو الشباب خسروا هوياتهم الثبوتية ومستنداتهم وأوراقهم بسبب العمليات العسكرية والحرب والنزوح، إضافة إلى الولادات التي حدثت إبان الاحتلال الداعشي لمحافظات الغربية والموصل، وترفض الحكومات العراقية الاعتراف بعراقية هؤلاء الأطفال ومنحهم الأوراق الثبوتية. الأسباب كثيرة، أهمها إلغاء الهوية العراقية عنهم لتسهيل عمليات التغيير الديموغرافي في مناطقهم، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وبساتينهم، يعني فكلنا رأينا الأفلام التي خرجت بعد دخول القوات الحكومية وميليشيات الحشد إلى محافظات الغربية والموصل، فعند دخولهم إليها أحرقوا دوائر التجنيس والنفوس ودوائر التسجيل العقاري، إضافة إلى هدم المنازل وحرقها، كل ذلك لإضاعة الحقوق الملكية للعراقيين وإلغاء هويتهم. فعند مراجعة العراقي لأي دائرة ليستخرج الجنسية وشهادة الجنسية يطلبون منه صورة عن القيد، فبعدها يرد موظف دائرة الجنسية أنه لا قيود لكم لأنها محروقة. طبعا خطة خبيثة قام بها الغوغائيون أيضا في 1991 من مجرمي حزب الدعوة لما أدخلوا الحرس الثوري الإيراني وحرقوا دوائر الجنسية والنفوس والتسجيل العقاري والجامعات والمستشفيات والمدارس في 9 محافظات عراقية. إلى أي مدى بات الظلم أو من الظلم يعني الحديث بعد نحو 5 سنوات على إعلان الحكومة إنهاء الحرب على تنظيم داعش أن يبقى النازحون دون أوراق ثبوتية أو يكون من الصعب الحصول عليها؟ تأثير هذه الظاهرة على أطفال النازحين بالتأكيد لها انعكاسات سلبية على الأطفال، الجيل الذي سيمثل البلد، سوف يبني البلد الذي يكون حامل أو حاملا لاسم العراق. نعم بالتأكيد سيؤثر عليهم. طبعا المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على حق كل إنسان بالاعتراف بشخصيته القانونية، والمادة 15 من القانون الإنساني الدولي نصت على حق منح الأفراد جنسية وهوية لبلد ما، ولا يجوز سحب الجنسية من أي شخص أو حرمانه منها بشكل تعسفي، لأنها هي هويته في تعريف نفسه، في تسجيل أي أصل أو موجودات أو مواشي باسمه، في إتمام أي معاملة قانونية مثل الزواج والطلاق وتسجيل الأولاد في المدارس، في حصوله أيضا على العمل. فبالتأكيد عرقلت الحكومات العراقية لإجراءات استخراج الهويات الثبوتية للعراقيين وأبنائهم سواء في مخيمات النزوح في العراق أو في المهجر يعد انتهاك للقانون الدولي وجريمة بحق الإنسانية، في حين نجد أن الحكومات العراقية تسهل دخول الزائرين الإيرانيين والآخرين من الدول الأخرى إلى العراق بدون طلب سمات الدخول الرسمية وبدون تدقيق أمني أو فحوصات طبية، والعراق كان قبل الاحتلال قبل 2003 يطلب حتى فحص نقص المناعة المكتسبة للقادم للعراق. طبعا تأثير منع الأوراق الثبوتية على الأطفال يتمثل أولا
يعد انتهاك لبنود القانون الإنساني الدولي والاتفاقية حماية الطفل اللي نصت على حق تسجيل الأطفال في سجلات الدولة فور ولادته والاعتراف بشخصيته وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية لهم. فحرمان الأطفال يخلق مشاكل اجتماعية كثيرة، أهمها عدم استطاعتهم الالتحاق بالمدارس، ويؤثر بذلك على تطورهم المعرفي وتأخرهم الدراسي، ولا يستطيعون أهاليهم معالجتهم بالمستشفيات الحكومية أو حصولهم على التطعيمات بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لهم، كما أنه لا تشملهم الحصة التموينية، وبهذا راح يدخلون كاهل أسرهم بمصاريفهم الأساسية. وإذا كبروا هؤلاء الأطفال سيصبحون غير متجنسين، فبذلك الحكومات العراقية راح تخلق لنا فئة باسمها بدون جنسية كالتي موجودة بدولة الكويت، وستكبر التعقيدات من عدم استطاعتهم في الحصول على عمل أو الزواج أو القيام بالمعاملات المالية أبسطها فتح حساب مصرفي في البنك. شكرا جزيلا من أمستردام، المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في أوروبا الأستاذة حنان عبد اللطيف.